السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وأمام نحو 80,000 متفرج غصت به مدرجات ملعب لوجانيكي في موسكو، قال بوتين: أهنئكم جميعا على انطلاق أهم بطولة في العالم. كما ألقى رئيس الاتحاد الدولي للعبة فيفا السويسري جاني إنفانتينو كلمة مقتضبة حيا فيها المشجعين بأكثر من لغة، منها قوله بالعربية: أحبائي أهلا وسهلا إلى كأس العالم في روسيا. وسبق كلمة بوتين افتتاح بسيط شهد رقصات فلكلورية ووصل غنائية من المغني البريطاني روبي ويليامز. وبعد 30 دقيقة من حقل الافتتاح والكلمة الرسمية انطلقت مباراة الافتتاح بين منتخبي السعودية وروسيا.